وبركاته. معكم ديما الشريف، مديرة فعالية منتدى الطب والقانون الرابع. إن شاء الله نطلق هذا المنتدى بالشراكة الاستراتيجية مع عديد من الجهات اللي لها دور كبير في دعم القطاع الصحي في المملكة والدور المجتمعي لهذه المؤسسات. نرحب في جميع الموجودين، وكذلك نرحب باستقبال الجميع في حال لدي أي استفسارات، موجود بيانات التواصل. شكرا. تحت شعار اعرف حقوقك، ستشهد إن شاء الله العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 26 إلى 28 مارس المقبل انعقاد منتدى الطب والقانون في دورة الرابعة، والذي تستضيفه مدينة السلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية بتنظيم مركز القانون السعودي للتدريب برعاية كريمة من معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وشراكة استراتيجية مع مؤسسة السلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية والمركز السعودي لسلامة المرضى. إن شاء الله في فترة ليست بالطويلة راح نوقف إنه نقول في أمريكا الإحصائيات كده وفي أوروبا الإحصائيات كده. إن شاء الله من أهم أهدافنا إنه راح تسمعوا برضو في خلال سنة سنتين إنه في السعودية هذه أرقامنا وهذه إحصائياتنا، لأنه إذا نبغى نطول سلامة المرضى لازم يكون عندنا دراساتنا وإحصائياتنا. شكرا لكم، إذا في أي أسئلة أو استفسارات إحنا حاضرين لكم. المنتج حقنا في مركز القانون السعودي هو منتج فريد على مستوى المملكة. أوكي. ولكن إحنا الآن في دورته الرابعة ولله الحمد. جميل، بارك الله فيك. أهم صاحبي علاقة في التقليل من الأخطاء الطبية هم المجتمع كمريض وأسرة مريض من جهة، والممارسين الصحيين من جهة أخرى. ففي عمل كثير إحنا راح نعمل عليه للتقليل من الأخطاء الطبية.